شوية حاجة يا أبو. ما فيك شيء؟ حبيبتي أنا كم مرة قلت لك ما بدي أسمع هيك أغاني بالبيت. رعبتني الله يسامحك، شو هون هالأغاني؟ والله حلوين ومهضومين والناس كتير بحبوهم. ماني عم قول ما بحبوهم، بس أنا ما بدي أسمع هيك أغاني بالبيت. هي الأغاني يا أحمد. خلص خلص، عم قل لك ما بدي أسمع هالأغاني بالبيت. طيب ما بدك كل هالعصبية يا شباب؟ عملتي قهوة؟ لا ما ساويت، استنيتك لتفيق لحتى ساوي ونشربها سوا. يلا سامحتك، روح غسل وشك بكون ساويت لها. يلا حبيبتي. لك شو انتي ما بتفهمي؟ لك شو كنت عم اقول لك من شوي؟ لك انا ما دخلني، كنت حاطه على برنامج طبخ، تغير وصار غنيه. انتي عن جد وحده ما بينحكى معك. يي شو صار لك؟ هلا ما كان فيك شيء؟ فعلا الكبر عبر بعد ما طلعت على التقاعد، مدري شو صار لك. مجد الموضوع ما عاد ينحمل نهائيا. اخي ليش ما بتروح بتشوف شي دكتور؟ لك شو بدي اقول له للدكتور؟ يا دكتور معي مرض الدبكه. والله ما بعرف، بس الا ما يكون في حل يا احمد. يعني معقوله تقضي كل عمرك وانت عم تدبر؟ ما بعرف يا ربي منين اجتني هالمصيبه. انتبه انتبه احمد، شايف هاد اللي قاعد هني؟ ايه شبه يا سيدي، هاد من اشهر الدكاتره العصبيه والنفسيه بالبلد.
انا برايي تقوم تروح تشوفه. وشو عرفك اني بدي طبيب؟ لك اخي شو راح تخسر؟ قوم شوفه واحكي له شو قصته. لو سمحت. بدي منك خدمة إذا بتيجي. على عيني. تعرف كل هداك الدكتور القاعد هني؟ معروف طبعا. الله يرضى عليك. يا ريت تروح لعنده وتقول له إنه في شخص حابب يجي لعندك يحكي معك. على عيني شكرا. والله فشلان يا زلمة. لا يا رجل عادي. قلت لك ما حتخسر شيء وبتتعرف عليه بالمرة دي. لك لا لأنه مرض مو طبيعي يعني إذا كان مرض مو طبيعي. بسيطة بسيطة ولا يهمك أي شيء سؤالك. شكرا. يلا يلا. مرحبا دكتور. اهلا وسهلا. انا بعتذر كثير كثير لاني قطعت لك غداك، بس دكتور الموضوع ضروري كثير. انا الحقيقه ما بحكي بالشغل خارج اوقات العياده، بس راح اسمعك. تفضل تفضل. شكرا يا دكتور. شكرا. خير ان شاء الله. أنا دكتور بعتذر ورح حاول ما أخذ من وقتك. رح أدخل بالموضوع مباشرة. دكتور أنا عندي مشكلة دبكة. عفوا بس أنا بظن أنك غلطان، يعني أنا طبيب نفسي ما لي علاقة بالرأس. بعرف بعرف دكتور أكيد، بس أنا كان قصدي أنه يعني دكتور إلي مدة بس اسمع صوت أي أغنية شعبية ما بقدر أتمالك حالي نهائيا، ما بلاقي حالي غير أمت وبلشت ادبك. بحس حالي دكتور انا فقدت السيطرة على نفسي وعلى جسمي، وبلش ادبك بهالشارع وبالبيت وعند الحلاق وعند الدكتور الاسنان وعند ما معقولي دكتور، ما معقولي نهائيا. بس عفوا انا ما فهمت شو طبيعة شغلك. انا مدير عام سابق دكتور. ايه بس شو علاقة الدبكة بالشغل؟ يعني حضرتك كنت تدبك اثناء شغلك؟ هلأ دكتور أنا طبيعة عملي ما إلى علاقة بالدبكة، بس مثل ما بتعرف يا دكتور أنا مدير عام وبينفرض علي بمنصبي إنه شارك بكل المناسبات الوطنية والشعبية والإنسانية. وبصراحة يا دكتور كنت اضطر جامل، يعني جامل الناس وانزل ادبك معه. ومثل ما بتعرف كمان يعني نحن عنا كتير مناسبات دكتور، أحياناً بيكون باليوم في أكثر من مناسبة، يعني فيك تقول إلي إذا قلنا 3 6 6 2 8 يعني إلي شيء 40 سنة دكتور أنا عم بدبك. أها يعني بفهم من حضرتك إنه طوال حياتك كنت عم تدبك وما عم تشتغل. نعم دكتور. على كل هي كرتي في عليه أرقام التليفونات وعنوان العيادة، خليني أشوفك بالعيادة خلال كم يوم. ها بس كمان بدي منك انك تجيب لي قائمة بكل المناسبات اللي دبكت فيها. حاضر دكتور. انا بستأذن لانه تأخرت على العيادة. يلا يلا نشوفك. مع السلامة دكتور. مع السلامة. شبك لك ابو حميدة قعدت ونسيتني قاعد هني. المهم هلأ قلت له لكن ما قلت له. ايه وطمني قال لك انه قضيتك ممكن تنحل. ما بعرف، طلب مني طلب اغرب من الخيال. يعني انت شرحت له؟ لكن شرحت له وطلب مني قائمة بكل المناسبات يلي احتفلت ودبكت فيها. حلو حلو، معناته تبقى قائمة. لكن انا بتذكر كل الاحتفالات. ليك دخيلك انا داء صدري، وخلينا نروح من المحل احسن ما تطلع لشي دبكة تشرشح قدام العالم. شرش Thank you.
حضرتك مدير عام؟ اي نعم سابقا. والشباب كلهم مدراء عامين؟ طبعا. اهلا وسهلا. اهلا.